للتداوي بالاعشاب الطبيه والتجميليه بحضور دكتور جمال صقلي، اخصائي دائما تداوي بالاعشاب الطبيه والتجميليه. لكل مشاكلكم الصحيه طريقه المشاركه جد سهله، ما عليكم غير تركبوا الارقام، ارقام الصندوق المباشره 05 22 31 33 33، أو الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. ممكن لقيتي خطوطنا مشغولة، طريقة سهلة، ممكن تكتبوا كذلك رسالة قصيرة أسكا، خلي واحد مساحة شوية فارغة، كتبوا الاسم ديالكم بالكامل مع شرح الحالة المرضية ديالكم بأدق تفاصيل ديالها على رقم 50 54، ثم الأسماس وستة ديال ترام. MFM إذاعة اللي كتستمع لكم 24 ساعة على 24. والآن تابعوا برنامجكم عندي دواك المهدى لكم من طرف بين جي اس ام اللي ديما واقف معاكم. مبروك مستمعينا ومرحبا بكم معنا، وحلقتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي نجاوبوا على كل اسئله، سواء الاسئله القصيره النصيه او كذلك استقبال المكالمات، لان من الان كتنتظر الصندوق. ولكن قبل كل شيء اكيد كنحيوا دكتور جمال صقلي اللي هو حاضر معنا مباشره داخل البلاتو. صباح الخير دكتور جمال. بخير اختي، على سلامتك. الله يسلمك. كل شيء على خير الحمد لله. الحمد لله. اذا نقولوا بسم الله نفتتحوا اليوم حلقتنا ديال اليوم. التواصل دائما مباشره، نذكروا بارقامنا، ارقام الصندوق هي 05 22 31 33 33، او رقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00، او ممكن كذلك تواصلوا عن طريق الاس ام اس، طريقه راس بحال معروفه، كتبوا اسكا، خلي واحد مساحه فارغه، الاسم ديالكم بالكامل، شرح الحاله ديالكم المرضيه بادق التفاصيل ديالها، ارسلوا هادشي كله على رقم 50 54. اذا نقولوا بسم الله غادي نمشيو ناخذوا مكالمات، اول دفعه من المكالمات. قولوا الو. صباح الخير. الو. وي لالا. صباح النور. صباح الخير. مرحبا بك لالا. مرحبا. الله يخليك. يلاه البارح بغيت نسول دكتور بعدا صباحكم مبروك. بعدا صباح الخير. وكنت كنفهم السي جمال قلي على البرنامج صراحه، اللي هو صراحه انا ما كنتش اكتشفته يلاه هذه واحد الشهر، مي تبارك الله عليه. الله يخليك. بارك الله فيك. بارك الله فيك لالا. الحمد لله. كتجربوا شويه من احدى الوصفات ديالو؟ لا، جربت ديال زيت العود مع السكينج بيرو اللي بزار، يعني تبارك الله النتيجه من داك الشيء تبارك الله. ايوا بالصحة والراحة. مرحبا لالا. ودرت بزاف الوصفات مي تبارك الله عليهم، ديال انا اللي غزيت الحساسية، حيت انا عندي الحساسية ديال ماء البحر وداك الشيء، يعني تبارك الله عليه. الله يعطيك الصحة اختي. وبغيت عافاك يلاه، البارح وقعت لي واحد المشكلة في شعري، يلاه هذا لقيت واحد الخوية في شعري، يعني ما نسولك اختي. نعم سيدي. موترة معصبة نيرفوز، هذيك الخوية اللي لقيتيها دائرية هذاك سي دائرية ياك اوفال. الور الي دوردر بسيكولوجيك، دونك اختي معصبة انتيا. اول حاجة اللي غديري تاخدي الوصفة ديال الاعصاب اللي هي راه ذكرناها شحال من خطرة. الور تتعرفيها ولا لا؟ لا حيت انا ماشي بزاف. الور خدي ورقة وستيلو بالزربة. يعني سبب هاد الفراغات اللي كتكون في الشعر لكن سببها مشكل سيكولوجيك، التوتر العصبي. التوتر العصبي كانت فيلغار، كانت اون تان فيلغار، راه باينه هذيك دوردر فيزيولوجيك، ولا كانت اوفال دوردر بسيكولوجيك. نقدروا نشبهوها بالتونيا لا؟ راه نوع ديال التونيه، نوع التونيه تيطيح الشعر تيخلي دواره على شعر دائره، فهذيك الساعه هذيك تتكون ناتجه على توتر الاعصاب. ولا كانت فيلغار راها فيزيولوجيك، دوردر فيزيولوجيك. اللي سهل هي لا فيلغار، تنقولها راه سهله. اذا لا كانت التونيا معوجه معربده ماشي دائريه، الحل بسيط، تاخذ الشيح تحرقيه، تنصحك طحنيه هو الاول وغرب ليه، وخرجي خذي البوطه الصغيره وطلعي فوق السطح، ولا خرجي خارج على الدار حيت الريحه ديالو تلصق في الحيوط، واخا تبقاي تحكي تطيبي. دونك نحرقوا الشيح، ناخذوا الورق ديال الخرشف نقطعهم بحال القزبر من معدنوس، نعصرهم، ناخذوا لو جو ديالهم العصير ديالهم نخلطوه مع الشيح محروق، نديروه في البلاصه اللي في عندنا هاد لاتين، هذه لا كانت معوجه ماشي معربده، معوجه ماشي دائريه. لا كانت دائريه غتاخذي اختي الوصفه ديال توتر الاعصاب اللي هي اشنا هي؟ الهندبه بالريه، لا ليتي سوفاج.
راه فيها انسي كون ابيل لاكتاريوم. هاد الهندبه دابور لاش صالحه؟ اللي سيداتيف ضد لا دولور ضد صداع. هيبنوتيك بيان سور مخدره. لفتنا الدوزاج. اكسبكتورون تتخرج تنخيمه. و سي ان اونتي سباسمودي غاستريك اليوترين ضد النخاس والوجع عامه وخاصه للمعده ود الوالده. الور هادي اختي الا خديتي هاد اولا عندنا قلنا الهندبه بريه، ثانيا قلنا لاميليس، لاميليس قلنا هو حبق الترنش. العيالات انتم تيكون عندكم الشقيقه، طنين الاذن، خفقان القلب، تاكيكاردي، لاستيني، لافاتيك جينيرال، واختصاص لا ديبرسيون نيرفوز ولا ايتا ديبرسيف ولا انهيار العصبي او التوتر العصبي. دونك هالعشبه الثانيه عندنا لو كوكليكو باللعمان، باللعمان فيه 0.03% دوبيوم، خول خرشاشه من لافيم الفامي دو بافو. ياخذوا البيبي اونفون ادولت فيار، دونك خذي اختي نفس المقدار الاعشاب اللي تنذكر دابا. خذي لا كامومي بابونش. الوغ خذي لو بازيليك الحبق. لا خديتي غير هاد هادو بيان سور تقدري تزيدي لو باف ولا بغيتي الخرشاشه ايوا ميم. شحال من عام عندك اختي؟ 16 عام. سون بروبليم، دونك تقدري تاخذي مواتي دوزاج ديال الخرشاشه والبقيه الميم دوزاج. سي جمال عفاك بغيت نسولك على هذاك الوصفه ديال لي فاغيت، حيت واخا العشوب ما يكونوش كاملين حيت ما لقيتش. ماشي مهم، ماشي ولا بد يكونوا. الوغ شنو هو اللي لقيتي؟ ما لقيتش هذيك سميتها سونتيلا ازياتيكا المارونيا داند ما غتلقايش. يعني ما لقيتهمش كاملين. بار كونتر غتلقاي لو جانكو بيلوبا. لا لقيتها كاينه. ولو بيبين الزعرور غتلقايه. الوراق ديال الداليه الحمراء غتلقايها. لو بيرات دافريك تقنديش ولا تيقنطيس ولا عود القرح ولا عقر قرحاش حيمة الفلوس عرق كيكو، دونك عنده بزاف الاسماء. دونك غتلقاي هذا تقنديش موجود. لا خديتي غير هاد لي كادر انغريديون تقنديش لو بيبين سكارافاراندار ان يوتيوب شانيل. رجعنا معكم من جديد، هذه 11:05 ديال الدقائق، المزيد من التواصل مع فقرة عندي دوك. من جديد مرحبا على رقمنا 0522 31 33 33 أو رقم ثاني اللي هو 0522 30 30 00. غادي نمشيو ستوندار ناخذوا مكالمات. ألو صباح الخير. ألو أختي سمية. صباح النور يا لاله، مرحبا بك. كي دايرة لاباس عليك؟ الله يبارك فيك الحمد لله. كيفاش عليك؟ دكتور جمال الصقلي كنفكرو بزاف. بارك الله فيك حبيبة، تفضل. اختي انا بغيتي واحد المرض داني هادي تقريبا دو موا، جاتني واحد النزيف ديال النصران بلا دياغي وبالدم، ودابا درت الراديو ديال النصران درت التحاليل كيخرج لي كل خرج لي واحد المرض ديال اغ سي اش، ودابا عطاني الطبيب واحد التريتمون ديال الدواء. وانا سمعت ان الدكتور قال ان الحريقه مزيانه. بصح اختي بغيتي تسول على واش تفيدك في هذه الحاله ديالك ولا لا. وشحال ناكل هذه المده بهذه الحريقه؟ اي غتاخذي الحريقه الملسه. وتاخذي الحريقه الحرشه بجوج. الور ديريهم على شكل بقوله. الور وكولي طبيتيل صغير في الصباح وفي العشيه والليل، هذه الاولانيه. الثانيه غتاخذي الحريقه الملسه. غتلوحيها غتغسليها مزيان بعدا كي هي الاولانيه. ولوحيها في ميكسر. في ميكسر. زيد عليها شويه د الماء، طحني كل شيء. صفي هذاك لو جو. با ندير كاع حسن، خلي هذاك لو جو، خديها ونشفيها في الفران، يسخن الفران ويطفى. نشفى دابا هذه الحريقه الملسه غير نطحنها غير نشفى. لا لا غير نشفيها دابور. الور نشفيها في الفران ومن بعد طحنيها رديها على شكل مسحوق. خذي واحد الربع معلقه صغيره قبل الفطور من بعد الفطور، قبل الغداء من بعد الغداء، قبل العشاء من بعد العشاء. صافي، اربعة المرات في النهار. اربعة الخطرات في النهار، خذي ورقه وستيلو اختي. واخ. كتبي بيموت. واخ. بيموت زائد المصاصه. زائد الخياطه. زائد الحريقه الحرشه. زائد الحريقه الملسه. الكل على شكل مسحوق، نفس المقدار. ميم دوزاج، سو فورم دو بودر، الكل على شكل مسحوق. خذي ديك نص معلقة قبل الفطور. من بعد الفطور، قبل الغداء، من بعد الغداء، قبل العشاء، من بعد العشاء، هاد الوصفة غتهنيك أختي. ما يعاودش يرجع، تيقولوا لي كنمشي للطبيب وكنمشي، تيقولوا لي إلا قطعتي الدواء غادي يرجع لي. غير سمعي أخوك. استعملي هاد الوصفة، زيدك مثال بسيط.
اللي خدينا 100 غرام 100 غرام 100 غرام من الحشوب اللي ذكرت هادو اربعه ذكرت ياك خمسه كاينين بيموت المصاصه الخياطه الحريقه الحرشه والملسه دونك عندنا خمسه يعطوك 500 غرام ياك خدي واحد 700 غرام ديال زريعه الكتان هادي حتى هي نزيدها عليهم زيدي زريعه الكتان انا تركب لك وصفه احسن من الاولى والثانيه اللي عطيتك دونك خمسه د العشبات اللي ذكرت على شكل مسحوق سو فورم دو بودر عاد باش نشد زريعه الكتان نطحنها بوحدها درتها طحنتها ودرتها اون سون بودر وي مي ما زدتيش هاد العشوب اللي قلت لك لا لا كناخذ دابا غير الحريقه الملسه والحرشه كنت طبختها وكناخذ كاس اذا بلاتي وتتحسي براسك هناتك وهدناتك وهناتك ولا لا؟ نقص ليا شويه حيت واخا كنت متبعه الدواء عطاني كالكورتيكويد وعطاني واحد الدواء اخر ولكن كان باقي داك الشيء كيهبط ليا الدم واخا اختي فيك طونسيون ولا لا؟ لا ما فيا والو ما فيا 24 عام شو هذاك سمعي اختي زيدك واحد الكاس ديال المغلى اون تيزان ديال لا ريغليز عرق السوس اما زيدها لك على سو فورم دو تيزان اللي راه بنينه خلطها هي ولا كامومي لا كامومي سي ان انتي انفلاماتوار وبنينه ومهدئه للاعصاب وتحيد لك التشنجات الداخليه اذا غتاخذي لا كامومي وتاخذي لا ريغليز اللي عرق السوس ونطبخهم ونشربهم راهما بنان انتيزان بنينه صافي وزيدك العشوب اللي هضرنا عليهم دابا خمسه ياك هذا خذي نص معلقه قبل الفطور قبل الغداء من بعد قبل العشاء قبل النعاس دابا هاد الحريقه بجوج نديرهم في الفران ياك ونشفيهم نشفهم ما بغيتيش ديريهم في الفران طلعيهم فوق السطح غطيهم بشي حاجه وخليهم الشمس تضربهم صافي الا كانوا بلاصه مهويه وكاين الظل ونشفوا فيها راه 100 خطره احسن شكرا دكتور بزاف شكرا لك حبيبي على التواصل دكتور شحال د المده هاد شحال د الوقت اللي ناخذ هاد على الاقل على الاقل اختي خذيها واحد الشهر ونص حتى شهرين حتى شهرين وطمنا على الحاله ديالك ماذا بينا نعرفوا فين وصلتي الحاله واحده راه ماشي سهله مسكينه الله يخليك ولكني هذه وصفه تهنيها واخا هادشي اللي تنتمناو غادي ناخذوا المزيد من التواصل دائما على ارقامنا ارقام ستوندار معنا مكالمه الو صباح الخير صباح الخير صباح النور لاله مرحبا بك صباح النور لاله كي دايره لاباس عليك الله يطول عمرك حبيبه مرحبا زعما تقلب كلشي لاباس الحمد لله اختي الله يحفظك الله يعطيك الخير الله يخليك انا عندي مشكل مع الوالد اي اختي الوالد ديالي كان دار اكسيدون غادي 10 سنين اللي دازت عليها اييه وكانت ياخذ الدوايات وتضرب في الراس عنده العروقه ديال الراس مبوشين كملي ودابا 10 سنين شل المصه ولا لا سكانير والدوايات دابا بحال الدوايه ما بقاش كيشد فيه يعني واخا واش جاتو ينيمي بليجي واش شل نصفي شل نصفي او كلي دابا هذه 3 سنين تشلل في النص ديالو اليسريه اوكي كملي تشلل وبقى مع الدواء والتريتمون داك الشيء دابا الدواء ما بقاش كيشد فيه بحال كي كان في الاول الطبيب هادشي اللي قال لنا انه عنده العروقه ديال الراس مبوشين وما بقاش كيتحمل اي حاجه توقع له كيخصو قال لك تردوا له الماء البال بزاف لا يقلعوا عطاني الشلل اذا سمعي اختي خذي ورقه وستيلو نعطيك ستر والمشكل دكتور عنده حتى دابا حاشاك كلشي دابا كيطلق حوايجه بلا ما كيحس سي طبيعي اختي ما كيبقاش يعرف بين طبيعي خايبه كلشي عنده عادي طبيعي دارتو كيديرها عنده عادي ما عندوش حشومه طبيعي سي نورمال حيت المخ مقيوس تفهموا هذه الحاله اللي هو تيمر بها لان مساله طبيعيه نعم درتو ليه الترويض بيان سور لا كان تيدير الترويض واحد المده تاع هي ما بغاش مازال يدير الترويض رد شويه الحركه ولا لا كيتحرك شويه كيتمشى بالعكاز الحمد لله الحمد لله داكشي من فضل ربي واخا باش ما نضيعوش الوقت بزاف خذ ورقه وسيلو قيد داكشي اللي غادي يقول لك واخا اذا الجانكو بيلوبا زائد زعرور زائد ورق العنب الاحمر ورق العنب الاحمر زائد تقنديشت زائد ورق الزيتون ورق الزيتون نفس المقدار الوالد عنده طونسيون ياك كانت عنده طونسيون عنده طونسيون الدكتور وعنده حتى السكر عنده كيقول حتى البرا ديال السكر اوكي هذاك الور غتاخذي مثال بسيط الا خدينا في الجانكو بيلوبا 100 غرام ياك 100 غرام هذاك الزعرور 100 غرام الورق ديال الداليا 100 غرام الورق الزيتون 150 غرام
150 ورق زيتون. علاش هذاك الوصفات السابقه كنت نعطي نص دوزاج 100 غرام تتقنديش، الوصفات السابقه كنت نعطي في الورق الزيتون نص ديال المقدار، هنا عطيت المقدار خطره ونص زايد. علاش؟ حيت السيد فيه طونسيون. حيت عنده طونسيون كيطلع. وسمعي اختي، ومن بعد ديري في بلاصه بوحدها كتبيها، تعطيه دي تيزان اباز دي بيسكوس دو كاركادي. سميتها؟ لي بيسكوس اللي هو الكركادي. راه سيت اون بواسون ديليسيوز، تا هو تينزل طونسيون باش نعاونوه شويه في الطونسيون. كركادي؟ اييه، وبداي تعطيه اختي في ماكلته الثومه. ثومه دكتور؟ ثومه لاي ثومه دخليها ليه في ماكلته. تدخل غير في الماكله مع الاكل. كثري ليه في الماكله الثومه ديالو باش نعاونوه باش ينزلوا. والكركادي شنو غندير له؟ تعطيه سو فورم دو تيزان، هزي شويه لوحي في في كاسرونه، زيدي يطرو الماء، تبخي مزيان، صفيه، عطيه يشرب. كاس في الصباح وبالغدا وبالليل. فوالا، نرجعوا للوصفه الاولانيه اللي قلنا ديال الجانكو، لو بيبين الزعرور، الورق ديال الداليا الحمراء، تقنديش، والورق ديال الزيتون، ياك؟ الكل على شكل مسحوق. مسحوق بودر. تعطيه ياخذ 4 معلقة قبل الفطور، من بعد الفطور، قبل الغدا، من بعد الغدا، قبل العشاء، من بعد العشاء. 6 خطرات في النهار. الله يعطيك الدكتور، الله يعطيك الخير. على الراس والعين اختي. بارك الله فيك. سكوار، زيدي الوصفه ديال السكوار ما تنسيش. شكرا اخويا، الله يعطيك الخير. داكور اختي، بارك الله فيك. شكرا على التواصل. دائما المزيد من التواصل ارقامنا 0522 31 33 33، او رقم ثاني اللي هو 0522 30 30 00. الو، صباح الخير. صباح الخير. صباح النور، يلا مرحبا بك. الله يخليك سميه. نعم حبيبه، مرحبا. الله يخليك، بغيت نهضر مع الدكتور، يعطيك الصحه. ويختي على الراس والعين. نشرفوها باسم كريم. يا سيدي عندي ريكبيس، كناخذ عليها تريتمون ديالك تخيس 6 شهور هادي. ليربيس فين جا؟ عندي في ليفيس اللور. اوكي. وخديت ديريكت تخيس 6 شهور. اييه. وعطاتني دابا هكا شي ما كنغسل به وبوماده وداك الشيء وهكذاك، ومره مره عاوتاني مشيت عندها الكونسلتاسيون وداك الشيء، قالت لي عاوتاني فين ما يجي تاخذي ديريكت تخيس. واش غنبقى ديما هكذا؟ اختي ليربيس واعر. ياه. الحق والله واعر، الفيروس ديالو واعر. الو سمعي. تاخذي الزعفران الحر. لا الزعفران. وكاينه واحد العشبه ما غتلقاهاش هنا في المغرب، انا متاسف، تتسمى لو بيتازيت ايبريدوس. فين كتكون؟ كاينه في اوروبا، كاينه في لاميريك سيرتو، وفيها بزاف ديال الانواع، فيها اكثر من 600 نوع. الور اللي علاش كاين شي عشب ما كاينش المغرب؟ ما عندناش كيف نديرو. عندنا حتى تسمى شوال الارض اللي عندنا حنا هنا، ما صالحش لينا، عندنا هذاك الصغير وكلشي. انت خاصك مول حنا وما تيديرش الورقه، تيطلع غير عود من تحت الارض اللي قدامه، تيكون في بلاصه ديال الفول، فين تينوض الفول، تيقتل كلشي، راه كاع الفلاحه ما تيحملوش. اذا شوال الارض ولكن ماشي ديالنا حنا، دونك تيتسمى بيتازيت ايبريدوس، صالح الفيروس، ممتاز، مجرب. دونك انت يا غتخدمي غير بالزعفران الحر. دونك ديلو تلقي الزعفران الحر في ما ورد، وهو اللي دهني هذاك، ما غيعطيكش شي نتيجه به فيه. انا عزيز عليا بالزربه، هذاك تلقي نتيجه. دونك اختي ولوكالمون موضعيا غديريه. ليربيس ما ساهلش، راه واعر. انا ننصحك تبعي الطبيب ديالك، راه تيعذب. وفيه شي خطوره؟ لا ما فيهش خطوره، غير فيه تبرزيط. لا هذا خفيف، ما كيكونش كونسير من بعد. لا 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 لا، ما تخافيش من داك الشيء كامل. حيت قالت لي اون سي جامي زعما يتقاس لك العظام ولا هادي ولادي. سمعي. لكن انت تسمعي الحلقات السابقه، استعملي الوصفه ديال مقويه المناعه. اللي وحده عطينا الوحده السهله والرخيصه اللي براشيم القمح والصوجه وداك الشيء كامل، راه تلقاها اختي. وعطينا وصفه وحده غاليه شويه اللي مصوبه بالعسل الحر، بالغذاء الملكي لا جولي رويال، حبوب اللقاح لو بولين، طلع النخيل اكسيتيرا. دونك هاد الوصفات راه كاينين. عندي ستينوس ديال لاسوك لافيير غوش. تنصحك اختي سيري على الطبيب ديالك. لا يعني راني سويفي مع الطبيب. فوالا، حيت هو ذو اختصاص، لا بغيتي الحق، سمعتيني، هو اختصاص وحريفي. يعني دونك غيقدر يعرف الحاله ديالك 100 خطره احسن مني، وعدو مازال ان دوسي ميديكال سولوي.
دونك انا جو نو بو با برونونسي هاكا ما شت ما حتى حاجه زيد عليها هو مختص احسن مني دونك انا تنصح باش تعاون لا اي انا عارفه ايضا باش تعاون لا بغيت انا شي حاجه باش نعاون ماني عارفه انا اذا سمعي سويفيا مع اكاديمي السان ديالي وعندي لا سبيجيك افي راني كناخذها ديما سمعي اختي انا تنصحك خذي الوصف كيف هادشي اللي عندك تعطيني فكره تنصحك استعملي الوصفه ديال العسل الحر الغذاء الملكي حبوب اللقاح طلع النخيل عرق الحياه الاحمر الجانكو الزعرور المورينجا الاكنيسيا دونك تا لي شي ناسيه لي شي ناسيه اكنيسيا اللي هضرت عليها دخليها زيديها مع هذاك مع الزعفران تا هي صالحه ليك البيتازيت ابريلوس ما تلقاش دونك مي اكنيسيا كاينه كاينه الور استعملي زيدك البيت جوجي الور هاد الوصفه اختي الا درتيها راه غتحيي لك المناعه بواحد الدرجه ما تصوريش وتعطيك القوه والحيويه والطاقه وتساعدك في الشفاء من الامراض اللي عندك اللي مستعصيه اللي تتبرزط غالبا بلاتي غالبا ملي تيكون فيروس الفيروس راه واعرف الشفاء ديالو داكشي علاش تنصح دائما تحييو المناعه هي الاولانيه حيت المناعه هي الكل في الكل هذه الاولانيه ثانيا ما خاصش يكون توتر عصبي لا مع الصبر تجيبها في راسك اختي والدواء اللي تتاخذي راه تفقد المفعول ديالو اكثر من 50 60% لا ما بقيتش مع الصبر صافي رجعت مهدنه الحمد لله مالك غير بالعماد والله العظيم غير بابون غير لحبه شنو حتى جات في الراس ايوا الحمد لله الحمد لله ربي كبير دونك اختي استعملي هادو ان شاء الله لا ما بغيتش الرزق دار لو سيترون جو ان رول امبورطون ها دونك ولك ما تعطينيش التليفون ديالك لا اختي ديزولي ما بقاوش استقبالات في خطره وحده انا خليكم معنا دابا على تواصل ديال الليله اللي بغا شي حاجه يتصل احنا دائما على الراس والعين خطوتنا راه مفتوحه طريقه كذلك التواصل عن طريق الاس ام اس دائما طريقه راه جات سهله كتبوا فقط اسكا خليو اسبا صغير اسم ديالكم بالكامل مع شرح الحاله ديالكم المرضيه على ذاك الاس ام اس باش ما يتقلقوناش مالي الاس ام اس غادي نمشيو عند عديل عديل من وزان تقول عافاك دكتور الله يخليك شي وصفه انا دائما كنحس براسي مرهق سهله الور الوصفه السهله والممتازه والفنه هي اللي قلنا دراشيم تتعطي مفعول ممتاز دونك رشيم القمح رشيم الصوجة رشيم العدس رشيم إيلان رشيم الحلبة زرعة الكتان زرعة الجلجلان الغذاء الملكي طلع النخيل وحبوب لقاح قلنا شحال من خطرة هذه باش يعاون بها راسو باش ما يبقاش يحس داك التعب وني ياخذ شوفي اختي معلقه صغيره قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس مشى التعب ومشات العيا ومشى كل شيء ما بغاش يدير هذه او بعيد او ما قادرش او هذا لا ياخذ غير رشيم القمح بوحده القمح منبت يعطيه الطاقه والحيويه اللي محتاج بها ما بغاش هاد الشيء وما باغي لا يتعذب لا والو يمشي للفارماسي ياخذ لاسبيرولين لاسبيرولين تبوستيه تقويه بالزربه ممتازه ما بغاش هذا ياخذ لوفير دو بيير بغا يزيد لوفير دو بيير بالسيلينيوم اونكور ميو تعطي بوكو دو الحركه وتريسينتي ولا نيرشي كلشي راه شنو هو راه لا كومبوزيسيون ديالها شيميك راه ساهله راه 17 فيتامين و16 الاملاح المعدنيه وكميه كبيره الدهنيات اللي خاد في هادو يعطيه القوه لا ياخذ غير معلقه د العسل يوميا كاينه موجوده بحال شكل ادويه تتخاد بيان سور كاينه سو فورم دو بودر دو غرانولي دو بايات دو كومبريمي ياخذ اللي بغا وفعاله وممتازه وطبيعيه راه ما فيهاش انا ديتيب شيميك واخا الله يعطيه الصحة الحاج الفايد هضر أخيرا سمعته الله يعطيه الصحة أنا راه تنطلب المغاربة يسمعوا لي راه عدو ما يقول هذاك السيد راه واعر راه ممتاز دونك على لي كونسيرفاتور وكل شيء والضرر ديالهم وكل شيء مواد الحافظة غادي نمشيو عند مساج سعيدة سعيدة من الدار البيضاء كتقول الله يخليك أنا النشرة ديالي لونها ما موحد شيء يعني كل دب ماشي يونيفورم فبغيت شي حاجة الله يخليك لتوحيد اللون خصوصا في منطقة الخدود هاد السيدة واش عندها البشرة حساسة واش عندها البشرة عادية واش عندها البشرة ميدمة هنا تيطرح لنا المشكلة كانت البشرة حساسة دونك اون بو سونسيبل أو هيبر سونسيبل دونك تنعطي الوصفه اللي ما خاصها اللي ما تضرش دونك كون هذه زادتني قالت لي غير الوصفه عاديه او الوصفه ميد ما نعطيها وصفه الابرازي فريمون او شي حاجه اللي توحيد غير لون البشره الور قلنا سكارافاغاندا غان يوتيوب شانيل
أخصائي تدوي بالأعشاب الطبية والتجميلية. كنا توقفنا دكتور جمال عند مساج الأختي سعيدة اللي عندها مشكل ديال توحيد اللون يعني البشرة ديالها من واحدة شيء، وقلنا الوصفة ديال يلا عطيها أختي الوصفة ديال العصير ديال الليمون، وقلنا كذلك ديال زيت البلدية وصابون. ولا كيفاش دير؟ نقول لها طريقة كنغسلوا وجهنا بالليمون زيدي كملي صابون تقريبا المره الاولى، ومن بعد عاوتاني كنغسلوا المره الثانيه وكنخليوه كينشف على الاقل المده ديال شحال 5 دقائق. شحال 5 دقائق؟ 6 دقائق 40 50 ثانيه الوقت اللي يلاه يبدا ينشف يشرب داك يشرب الوسخ. ومن بعد وقولي لي انت من بعد كنغسلوه وكندهنوا بالقدر الكافي البشره ديالنا بزيت البلدي. ايه ما نتسقرموش ما نتسقرموش، خليوه حتى كيتسقطر. ياك هذه الجمله خديتها من عندك. من بعد كنخليوه ثلاثه سوايع ساعه جوج سوايع ثلاثه بحال الوقت اللي يتسقطر. قدرنا عليه. زيد واش من بعد كدير عصير ديال الليمون تنمسحو دابور ما نغسلوش غير نمسحو. ايه ومن بعد تنعصروا ليمونه ايه ونديروها لوجهنا ونباتوا بها حتى الغد. غير سولمون منين نديروا الخطره الاولانيه نصبروا واحد دقيقه ولا جوج، عاودوا واحد دوزيام كي دايرين الزيت. الزيت ما تتشدش ما تدير شي حاجه فوق منه يلا تتشد شويه. دونك درنا طبقه ثانيه ايه لا بروميير كوش درنا سيتون بلاتفورم، لا دوزيام كوش غتشد من داك الشرفع ريحه زكيه ما غتوسخ حتى حاجه، تنعس به حتى الغد فعال ممتاز. الشرفة ديالنا كتوحدها وكتعطيها واحد البريق وبيض والنتيجه غتاخذها بالليل والصباح ومنين تعيق في الصباح هذا كيبان ليها وجهها نقي بيض زوين طردك الدم في الخدود ديالها وكل شيء. غير منين تعيق واحد 20 يوم ولا شهر متابعه كل ليله دير نبشكل راه من بعد واحد سيمانه ولا 10 ايام اللي شافها يقول لها درتي ليفتينغ راه بيضه مزيونه فنه واعره. هذه الوصفه الاولانيه قلناها واللي مجربه واللي سهله شي باس ما كاين. دابا لا سيزون دي فروي وعندنا احسن حاجه اللي يقدروا يديروا العيالات وجههم الخوخ الرضا. دونك واحد طريف ديال الخوخ واحد طريف ديال المشمش واحد طريف ديال الفراز شويه 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 نص فريزه اربع مشماشه طريف صغير ديال الخوخ اللحوم عندك عصير ليمونه ولا جوج نطحنوا كل شيء نصفيو هذاك هو لو جو اللي ديروه بالليل وباتوا به حتى الغد. النتيجه رائعه لاش صالحه هذا فيه لي كاتر فونكسيون دو فيزاج اللي كاينين ليش هما اونتي ريد ضد التجاعيد اونتي تاش ضد الكلف اونتي اكنيك ضد الحبوب واسرانجون يرفيرم لي بور ديلاتي المسام اللي محلولين او التقابيل اللي كاين في الوجه يتسدوا. هادشي اللي كاين في الوجه واللي تنديروا الوجه هنا تنديروا العنق ولوبوس ما نساوش باش يكون لون واحد. العيالات سمعوا اش خسرات سهله دخلوا لبيتكم سدوا عليكم البيت اللي درتوه لوجهكم حيدوا حوايجكم تعراو وديروه لذاتكم كلها تخرجوا فنات طريقه سهله رخيصه تجميل عندكم في بيتكم. ديروها غير الخطره الاولانيه وغتعيقوا غتفهموا ومن يتفهموا 20 يوم شهر متابع عينيكم ميزانكم. هذه ايمان كطمنك دكتور جمال كتقولك شكرا بزاف على ديك الوصفه اللي قلتي ديال لا سالاد والسيترون والحمض راها ما شاء الله راها طيحه 13 كيلو تبارك الله برافو عليك وسيري كمل على هذا المشوار هذا. هذا رشيد تيسيفت بعث لنا ميساج يقول لك رشيد من كذا اجل 40 اون فمر 40 عام بغيت شي حاجه لسرعه القذف وضعف الانتصاب ومراتي عندها الضعف الجنسي بارك الله فيكم الله يجازيك دكتور جمال. هاد الوصفه عطيتها شحال من خطره سهله حفنه ديال الحمص زيد عليها الماء زيد اربع معالق صغيره ديال السكنجبير اربع معالق صغيره ديال القرفه اربع معالق صغيره ديال زريعه الكرفس اربع معالق صغيره ديال الخود نجال اربع معالق صغيره ديال الكبار اربع معالق صغيره ديال زريعه البصله أو البوارو أربع معالق صغيرة زريعة خيزو أربع معالق صغيرة ديال زريعة اللفت تنعطيها القوة الجنسية الخارقة. يرقدوا بالليل في الصباح يطحنوا كل شيء في الخلاط الميكسر يصفيو يزيدوا عصير الليمون أو أي عصير بغاو لا هو لا مراتو يشربوا كاس قبل الفطور قبل النعاس سيمانة كانوا يكذبوا في أي حاجة. ها الوصفة الأولانية في هاد لا سيمين اللي داز حلقه جبدناها علاش؟ جبدناها على لامي ماجوس لامي ماجوس اللي هو قلنا تريلان او تريلان او الجزر الشيطاني تريلان وقلنا الزريعه ديالو وجبدتها الرجال قلت لهم ها الرجال انا كل خطره نلوح لكم وصفه نلوح لكم عشبه
الا جبد لا راني تلوح لهم الوصفه الواعره الا جبدوا الا رجعوا للحلقات كل حلقه ولا كل جوج ثلاثه الحلقات تلوح لهم سر من الاسرار وجمعوا هاد الاعشاب اللي ذكرت اللي قلت ديال القوه الجنسيه راه غياخذوا واحد لا فورميل واحد الوصفه واعره قلنا قبل كنا تنهضروا على لونتيغاز ياك قلنا لا كاردامون قلنا الهيل قلنا قبل اشنا هي قلنا رقم واحد ضد الغازات المعويه وقلنا قبل الفياغرا كان الواحد يمشي عند السكسولوج ولا نيرولوج تيصيفطو يصاوب ان على الفارماسيان يصاوب ليه كومبوزيسيون سبيسيال بور لوي مصوبه باش مصوبه بلا كاردامون الور قبل من الفياغرا راه رقم واحد كقوه جنسيه كانت قعقله اذا عليكم انا غير تنصحهم وتنزيدهم ويفهموا انا بغيتهم ويركبوا الوصفه اللي كتناسبهم بغيتهم يبداو يوظفوا العشوب دابا حنا الشيء طرا لنا تنعطيو الوصفات تيتعاودوا الاسئله بعد الخطرات الاسئله قريبه بزاف انا بغيت نعلمهم العشوب باش يقدروا يوظفوهم للمرض ديالهم حتى لدابا ما تيقدروش الناس يوظفوهم دونك هاد السيد وهاد السيده اللي جبدوا اللي جبدوا هاد الموضوع تقدر تزيد الزريعه ديال طليلان في الوصفه اللي عطيتك تقدر تزيد قعقله في الوصفه اللي عطيت احنا عندنا شي حاجه غايه هاد السيده ما نساوش نزيدوها حتى الراجل ياخذها مثال بسيط لاسوج سالميه في لافارماكوبي اوكسيدونتال تداوي الاعشاب الطبيه ديال النصارى راه ممتازه ورقم واحد كقوه جنسيه سكين جبير مع هذاك سكين جبير راه في لافارماكوبي ازياتيك راه هي سبيسيال راه رائع راه مذكور الزنجبيل راه مذكور في القران دونك الناس يفهموا شي بس ما كاين عندنا قلنا السالميه زريعة المعدنوس الصوجة زريعة الكتان نفس المقدار على شكل مسحوق يتخاد واحد نص معلقة قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس بالنسبة للرجل والمرأة أنا وضفت لهم جوج ديال لي فورميل الوصفات باش يتهناو في خطرة واحدة سؤال اخر غادي نمروا المشكل شويه معقد هذه امينه طيب كتسول على بنتها إيه؟ عند في عمرها عام وتسع شهور عندها باش نشرح لك بالضبط عندها تيومور سيريبرال مالين اوكي هذا كونسير في المخ فوالا دونك باختصارا تتقول واش عندها شي وصفه الله يخليكم الله يجازيكم بخير اول حاجه هاد السيده تمشي عند لونكولوج الطبيب ديالها المعالج الاختصاص في الكونسير في السرطان هو اللي عنده اولا دريه صغيره راه عندها غير عام وتسع شهور ما نساوش سي ان بيبي الله يكون في عون امها وفي باها وفي عائلتها لونكولوج هو لو سبيسياليست اديكوا هو اللي غيعرف اش غيدير هو اللي غيعطيها الحصص ديالها اولا في المخ ما غاش الشيميو ما غيدارش ليها حيت الراس تيرفض الشيميو هادي واحد سنين سبع سنين في كندا لقاو واحد الحل دونك تيضربوا برا في البلون دي بيان الواحد العرق تماك تيتحل المخ بوندون دو زور جوج سوايع وتيقدروا يعطيو الشيميو دونك هاد الطريقه واش دخلت المغرب واش ما دخلتش اوكين ايدي ما نكذبش الور هاد السيده تنصحها اول حاجه اللي تعطي لبنتها تحيي المناعه باش تحيي المناعه راه عطينا الوصفات قلنا الوصفه ديال رشيم القمح الصوجا ديال الحلبه ديال العدس الغذاء الملكي حبوب اللقاح طلع النخيل زريعه الكتان زريعه الجلجلان هاد الوصفه تعطيها لبنتها تاكلها كيف دريه صغيره تدخلها باش تاكلها ليها تدخل فيها لي فروي سيك راه جبدنا 20 نوع ديال الماكله ضد السرطانات دونك لا في الماكله ديالها دير ليها بعدا كاين خاصها تاكد لينا واش عندها غير او نيفو سيريبرال ولا ما منتشرش بون تاخذ اللوز القرقع البيستاش البينيا والكاجو تاخذ مثال بسيط هذا سميتها البندق هذاك تاخذ المهم الفواكه الجافه كل اللي قدر الله عليها تجمعها هانتي وتزيدها لها مع الوصفه ديال الرشيم باش تختصر لها حتى في عسل الحور في شي حاجه تجمعها لها باش تجيها حلوه وبنينه ولذيذه وتاخذها الدريه قلنا الشوكولاته الاسود سينو غدير له شوكولا نوار هذه الاولانيه الوصفه اللي احسن منها وهاد الدريه هذه اختصاص لهاد الدريه ومحتاجه بها اللي شنا هي قلنا العسل الحر الغذاء الملكي طلع النخيل حبوب اللقاح عرق الحياه الاحمر الجانكو بيلوبا الزعرور الاكنيسيا المورينغا البيت جوجي لاسبيرولين دونك هاد الوصفه تستعملها راه تنفعها بواحد الدرجه ما تصوريش اختي دونك
هذا بالنسبة لهذه السيدة. بعض الناس داروا أبحاث، سمعتي كاين شي أبحاث، دونك ما أنا غير كمعرفة، ولكن هاد السيدة ما غديرش هاد الوصفة وأون بليس ما تقدرش عليها. ألوغ سمعي أختي سمية، العجب راه دائما عندنا العجب. واحد الدكتور قويفز، ألوغ وجرب دار تجربة لواحد السيد كان عنده كونسير في المخ ومنتشر وكبير، ما عندوش واحد في المليار يعيش. اللي هي انوكولي الفيروس ديال انفلونزا الخنازير او الطيور، ياك دونك دار ليه هذا الفيروس ديال انفلونزا هو اللي كان دار ليه ديال الطيور، ها دخلوا ليه في داتو هذا الفيروس، مشى ديريكتومون الكونسير اللي كان في المخ وكالو كله والسيد عاش. هذه الوصفه الاولانيه، حنا تنعرفوا باللي السخونيه لا شالور تتقتل. غير دابا مثال بسيط، السخانه اللي تجينا السخانه راه ممتازه، اولا علامه تتعلمك تتقول لك راه كاين ان حظي، وثانيا في حد ذاته الذات ملي تتحس بداخل يوتيوب شانيل. دونك الناس تيطرحوا علي هذه الاسئله طول الطون، دونك تنحاول ندخل لهم الشرجم، تنعطيهم الوصفه السهله وغير مركبه وغير معقده. راه قلت لهم انا الوصفه ديالي راه معقده وتطلب 13 شهر باش تصور. باش نجاوبو باش نمشيو لسؤال. جاوبنا اختي شحال من خطره ياخذ غير رشيم القمح ويلوحو في ميكسر ويزيد عليه الماء او يزيد عليه الزيت البلديه ويطحن لو تو ويصفيه ويديروا الشعر. جاوبنا اونكور قلنا لا لوفير دو بيير اللي هضرنا عليها، شدوها طحنوها زيدوا فيها شويه المدافي هذاك، حركوها خليها واحد 10 مينوت تطلق، شدوا هذاك الليكيد شقوا به الشعر وباتوا به حتى الغد. ها طريقه باش تحبس. غادي نمشيو عند سناء اللي كتعاني من مشكل البواسير الداخليه وكتقول كدوز بالدم هاد الايام. بلاتي نكملوا المول الشعر باقي لا خد معلوم. الوغ قلنا لا خد رشيم القمح اكلا تيوقف، راه فيه الجروب ديال فيتامين بي، لو فير دو بيير فيها الجروب ديال فيتامين بي، اي حاجه فيه الجروب ديال فيتامين بي اونتر اوتر، لا لوي فيرا فيه الجروب ديال فيتامين بي، اي جميع الحاجه اللي فيها الجروب ديال فيتامين بي تيوقف تيحن الشعر، ينوض الشعر الحواجب الشفر الظفر، هو الميزان ديال الدهنيات، البشره جافه يزيدوا لي دم، يد ما ينقص لي دم. ها جواب السيد اللي قال شعره ميدم. بون سيري لسؤال اخر. الوغ سميره كتكون عندها مشكل ديال البواسير الداخليه وكتدوس بالدم. سهله قلنا هاد البواسير توضاو بالمدافي والصابون وتمسحوا بفوطه وتاخذوا الزيت البلديه وتدهنوا المخرج لداخل وبرا خمسة دقائق 10 دقائق ما بقات لا حكه لا تبرزيت لا والو، ولكن ما خاصش يكون القبض. الوغ القبض فيك سكوار شكل اخر، لا فيك سكوار خذ ثلثين سنا حرام وثلث ورد بلدي على شكل مسحوق وتكون قريب للفيسي باش ما تشوش. ورد البلدي وسنا حرام. سنا حرام ثلثين لو سيني ثلثين والورد لي روز داماسكوس ولا روز بال. الوغ ثلث لو انتيير ديالهم ديال لي روز ولو سو هذاك سنا حرام لو سيني ثلثين على شكل بودره، ياخذوا واحد نص معلقة على حسب لاج، كان صغير نص معلقة ما عامراش، كان انا ديلت نص معلقة عامرة شوية على حسب النوع ديال القبض. دونك ياخذوها في لي 20 مينوت يكونوا قراب للفيسي ولا يتشوهوا، راه تنعاود نقولها غيجيو مشيو هاد الوجع يمشيو ديريكتومون للفيسي الزحمة الأولانية اللي كاين غينزل. دونك القبض ما يكونش بيان سور، ما ياكلوش الحرور ما ياكلوش لي زيبيس بيان سور، يتفاداو لكن الكول وداك الشيء يتفاداو، التوتر العصبي شي حوايج اللي تيديروا لنا البزر هذاك والقبض هذاك. دونك الدهن بالزيت البلديه المخرج لداخل وبرا، الوضوء دابور الوضوء بالمدافي فاتر ويمسحوا بالفوطه والصابون بيان سور، ويدهنوا الزيت البلديه عندهم بين 24 48 ساعه تهنوا. سؤال اخر. سؤال اخر هذه سيده جمالي فاطمه كتقول لي خليك بغيت نتعرف على طريقه كيفاش ممكن نوقف هذيك لي بوفات دو شالور علما اني شوي ايبر توندو. سهله يمكن غيكون هذا هو اخر سؤال لان ذاك الوقت ما بقاش عندنا الوقت. اذا كاع اللي عندهم دونك العيالات اللي دخلوا في سيلياس وعندهم سخونيه لي بوفات شالور دونك الفيضات السخونيه والبروديه والعرق والزائد وكل شيء، ولا اللي عندهم تعرقوا بزاف، ولا اللي عندهم لي بيي اي لي ميم وات سي لا ميم فورمول سبيكتاكولار سامبل فاسيل وصفه غير مركبه مصوبه من جوج عشبات لا سوج سالميه ولو مير الريحان
ميم دوزاج 50% درنا 100 غرام ديروا 100 غرام لا السالميه ولا الريحان على شكل مسحوق نص معلقه قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس غير هاد القضيه غدوز 3 ايام 4 ايام غيلاحظوا ما بقاوش يعرقوا بزاف غدوز سيمانه غير لاحظوا ما بقاوش يعرقوا دونك طريقه سهله سؤال اخر انتهينا الوقت سهله ما فخيتيش الدكتور جمال انا كنشكرك بزاف على وجودك معنا اليوم حلقه ممتعه لدرجه ان ما كنحسوش بالوقت مع طيبة هاد المستمعين الكرام اللي كنقول لهم سمحوا لنا لان لضيق الوقت ما كنقدرش ناخذوا مكالمات كثر رسائل كثيره كتوصلنا اي وكنشكروك داخل وخارج ارض الوطن فانا كنشكرهم بزاف على حبهم لهذا البرنامج وكذلك على تواصلهم مع ارضهم الغاليه والعزيزه شكرا لكل مغاربه على وفائكم لاذاعه ام اف ام المزيد من التواصل ما تنساوش دائما طريقه راجد سهله اسكا خليو اسباس صغيرك اسم ديالكم بالكامل بعد بالحاله المرضي ديالكم بعد